الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. الشكر موصول لهيئة علماء المسلمين وقسمها العلمي على هذا المؤتمر القيم في مادته، المهم في توقيته، الجامع في أهدافه. نسأل الله أن يبارك بهذا المؤتمر وما ينتج عنه من بحوث ودراسات. بحثي أيها الإخوة أيها الكرام، كما ذكر مقدم الجلسة، هو جهود العلماء العراقيين ومساهماتهم في علم الأديان. والبحث قسم إلى مبحثين رئيسيين. المبحث الأول هو المساهمات في الأديان القديمة والوضعية، وتشمل الأديان البدائية والوثنية. والقسم الثاني هو المساهمات في والدراسات في النصرانية والصابئة واليهودية. وقد يستغرب البعض لماذا أدرجت الصابئة مع اليهودية والنصرانية، فلذلك بسبب أن هناك خلاف بين علماء الأديان حول الجهة أو القسم الذي يوضع فيه ديانة الصابئة، لأن هناك من العلماء من يجعلهم أصحاب ديانة وثنية بحكم أنهم يعبدون الكواكب، وهناك من يجعلهم ضمن الأديان لأن صاحب هذا الدين الصابئة وزعماء الصابئة يقولون أنهم موحدون، ينتمون إلى عقيدة التوحيد، وأن نبيهم يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. البحث أيها الأخوة طبعاً تجاوز 50 صفحة، ولذلك سنستعرضه بإيجاز من خلال النتائج الرئيسية التي والملاحظات التي استقيناها بعد البحث والتنقيب عن العلماء الذين ساهموا في علم الأديان. والحقيقة بعد الجرد والإحصاء وجدت 17 شخصية لها مساهمات في علم الأديان، وأنا أعتقد أن هذه 17 شخصية قليلة في علم الأديان. الملاحظة المهمة أن دراسات العراقيين في علم الأديان قليلة جدا في الفترة التي طبعا معنية في القيد الذي قيده المؤتمر، قليلة جدا مقارنة بالجهود والدراسات في الفقه والأصول والحديث والتفسير. ورغم ذلك كانت هذه المساهمات، كانت هذه الأبحاث، كانت الكتب والمؤلفات في علم الأديان معظمها قيمة. الملاحظة الأولى أن من درس أو عفوا من كتب في علم الأديان ينتمي إلى 3 فئات، إما كان من علم الآثار، مختص بعلم الآثار وقادته الدراسات الآثارية والاكتشافات العلمية إلى الكتاب عن الأديان بحكم أن هناك روابط لغوية وروابط ثقافية بل واجتماعية دلت عليها المكتشفات الآثارية. وهناك فئة تنتمي إلى فئة المؤرخين، كتبوا عن علم الأديان بحكم أن مادة الأديان تدخل في علم التاريخ. وهناك الفئة الأكثر وهي فئة علماء الشريعة الذين كتبوا أيضا عن الأديان بحكم أنها تدخل ضمن الإطار العام للعلوم الشرعية الداخلة في العلوم الإسلامية. 17 شخصية طبعا مادة أو وقت البحث، القيد البحث أنه 5 قرون الأخيرة، لكن أنا لم أجد أقدم من مؤلف الشيخ نعمان خير الدين محمود الألوسي ابن المفسر الألوسي، هو أقدم شخصية وجدتها ضمن هذه الفترة كتبت في علم الأديان، وله كتاب هو الأكبر في هذا البحث. الكتاب من مجلدين تقريبا 1600 صفحة، وعنوانه الجواب الفسيح لما بدله عبد المسيح. وهذا الكتاب القيم طبعا الشيخ نعمان الألوسي مولود عام 1252 هجرية الموافق 1836 ميلادية، فهو في القرن قبل الماضي. وأول هذا المؤلف تاريخه في 1886 ميلادية 1306 هجرية، فهو أول الكتب الداخلة ضمن هذا البحث. وآخرهم طبعا هو الدكتور سعدون الساموك المولود عام 1942. الشخصيات 17 من المهم ذكرها لأنه كثير منها غير معروفة لأغلب الحضور بل لأغلب المهتمين بالعلوم الشرعية، وهم طبعا بعد الشيخ نعمان الألوسي داود تشلبي الموصلي، وهذا الرجل أصله مسيحي وأسلم
بعد إسلام والده طبعا، وهو من أهالي الموصل، فاروق سعيد الدملوجي، طه الهاشمي. وقد يستغرب البعض ممن المهتمين بالسياسة أن طه الهاشمي كتب كتابا ماتعا في الأديان، رغم أنه كان وزير الدفاع بل ورئيس الوزراء الدولة العراقية عام 1941. فرغم كل هذه المهام وهذه المسؤوليات السياسية، لكنه تفرغ في آخر عمره لكتابة الأديان، فهو من المهتمين بالأديان، وله كتاب قيم جدا، تاريخ الأديان وفلسفتها. وهناك أيضا المؤرخ المشهور عبد الرزاق الحسني، وهذا أيضا استفاد من عمله في سلك الدولة العراقية في أيام رئيس الوزراء نور السعيد، وقبلها طبعا أيام العهد الملكي. وهناك أيضا الأستاذ جواد علي، طه باقر، سامي سعيد الأحمد، فاضل عبد الواحد، سعدون الساموك، يوسف رزق الله غنيمة، وهذا رجل مسيحي، الدكتور أحمد سوسة، وكلكم يعرفه أحمد سوسة، يهودي من مواليد مدينة الحلة، ثم أسلم وكانت لديه مؤلفات قيمة جدا في اليهودية. ثم الشيخ العلامة عبد الكريم زيدان رحمه الله، وفيصل السامر، وسعدون ساموك، وهو آخر الأساتذة الداخلين في هذه الفترة. النتائج أخواني في البعث، لأنه لا يتسع ذكر كثير في التفاصيل، طبعاً إحنا أخذنا شيئاً من حياة كل مؤلف ونشأته العلمية، ثم كتاباته ومؤلفاته، وخصصنا في البحث المؤلفات المختصة بالأديان. من الملاحظات التي يعيد ذكرها ضعف دراسات الأديان المقارنة في العراق أسوة ببقية البلدان المهتمة بالأديان، مثل مصر، مثل المغرب، مثل سوريا، بسبب عدم وجود متسع للدراسات الدينية، تأخر إنشاء الأقسام والدراسات العليا في العراق قياساً بالدول المجاورة أو الدول التي تضم أديان وأقليات دينية، فضلاً عن أنه بعض الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق كانت تنظر إلى دراسات الأديان على أنها قد تثير العنصرية والعرقية والطائفية، ولذلك كانت مضيقاً عليها نوعاً ما، ولم تنهض دراسات الأديان في العراق إلا في الثمانينات والتسعينات، وهناك أصبح توسعا كبيرا فيها. لكن ما قبل هذه الفترة في السبعينات كانت المؤلفات على عدد أصابع اليد. كما ذكرنا، ترجع جذور معظم من كتب في الأديان إما للآثارين أو المؤرخين أو علماء الشريعة. بعض من كتب أخوان في الأديان كتب في الأديان وكتب في الفرق أيضا. طبعا بحث أخونا الدكتور ثامر العلواني الذي أعطانا وقته مشكورا، هو مختص في الفرق وأنا في الأديان، فبعض المؤلفين سيكونوا حاضرين في البحث المتعلق بالأديان وحاضرين أيضا في الفرق، لأنه معظم من كتب في الأديان كتب أيضا في الفرق الموجودة في العراق. كثير من المؤلفات إخواني غير مطبوع إلى اليوم، هناك مخطوطات لهؤلاء المؤلفين لم تطبع، أو طبع منها مؤلف أو مؤلفين فقط، وبعض ما طبع فقط طبعة واحدة بالكاد تجد الآن منها نسخا في دار الوثائق العراقية أو في مكتبة الأوقاف أو في بعض الكليات الشرعية. من مؤلفات عن اليهودية والنصرانية والصابئة لم يتبع الطرق العلمية الدقيقة كالاستهداء بعلم الأنثروبولوجيا، علم الإنسان، والاطلاع على عقائد الأقوام من أن أصحاب هذه الأقوام أنفسها بسماع كلامهم، بالمعرفة الطقوس التي يتبعونها، رغم وجود المادة البحثية وإمكانية الوصول، وربما يرجع ذلك إلى ضعف المخصصات الموجودة. معظم من كتب أخواني، خاصة الآثارين والمؤرخين، ابتعثتهم الدولة العراقية إلى الخارج، فالآثارين أرسلوا إلى الولايات المتحدة، إلى بريطانيا وألمانيا. أكثر هؤلاء يتقن لغات قديمة، يعني الآثارين على وجه الخصوص يتقن اللغة المسمارية، اللغة الأكادية الأرامية، مثل دكتور سامي سعيد الأحمد، مثل دكتور فاضل عبد الواحد، مثل دكتور طه باقر، فضلاً عن إتقان اللغة الإنجليزية ومعها ربما لغة ألمانية أو لغة فرنسية، فكانوا متقنين في هذه المسائل، وساعدتهم كثيراً في نقل الموروث الآثاري والاستفادة منه في الكتابة عن الأديان القديمة. نتكلم عن حضارات وادي الرافدين، وعن الحضارة المصرية، وعن الفينيقية، وكيفية ترجمة الاكتشافات الآثارية باللغة الآرامية والأكادية إلى
اللغة العربية. المنهج البحثي لهؤلاء المؤلفين إخواني الآثاريين والمؤرخين غالبا ما اتبعوا المنهج الوصفي التاريخي، فيستقرؤون ما كتب قديما حديثا سواء كانت مؤلفات أجنبية أو مؤلفات عربية، ثم يدونون ويقسمون ويبوبون كتبهم وفق تلك الدراسات. لكن معظم من كتب من علماء الشريعة والآثار اتبعوا المنهج النقدي والتحليلي في الكتاب عن هؤلاء، فكانت هناك ترجيحات عند الخلاف في بعض الآراء المتعلقة باليهودية والنصرانية، خاصة مثل الدكتور أحمد سوسة، مثل الدكتور عرفان عبد الحميد، مثل الدكتور عبد الكريم زيدان. من الأمور الإيجابية أخوانا التي رصدها البحث هو هناك اهتمام جيد في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في علم الأديان. أنا جردت أكثر من 300 عنوان رسالة ماجستير ودكتوراه وبحث تكميلي في هذا علم الأديان، لكن للأسف معظمها كما ذكرت ليست داخلة في قيد الذي وضعه المؤتمر وهو إلى غاية عام 1980. هناك أساتذة متخصصون طبعا في الفترة الأخيرة برزوا في علم الأديان، من ضمنهم رشيد الخيون، خزع الماجدي، رعد المدرس، لديهم اهتمامات كثيرة. أختم بالتوصيات إخواني الكرام لأن الوقت قارب على انتهاء. أولا نحن ندعو سواء الأخوة في الهيئة أو الأساتذة في الكليات الشرعية في داخل العراق إلى العناية بأقسام دراسات الأولية والعليا المختصة بالأديان وجعلها أقسام مستقلة في ضمن أصول الدين وليست مدمجة مع أقسام أخرى. الاهتمام كثيرا بدراسة ونقد العهدين القديم والجديد، نتكلم عن هذا العلم أصبح متقدم جدا لكن في العراق ما زال متأخرا، والاهتمام بعلم حوار الأديان وهو أحدث العلوم التي يتم تداولها كثيرا في أروقة المراكز العالمية المهتمة بالأديان. الدعوة لإنشاء مركز متخصص بدراسة الأديان والاستشراق على وجه الخصوص تحليل الأفكار المضادة ضد الدين الإسلامي، يتجاوز الدراسات التقليدية، والاهتمام بأهمية أن يكون مبنية على العقائد الإسلامية، الاهتمام بطباعة الكتب التراثية والكتب القديمة. ونحتاج إخواني صراحة في ظل الاهتمام الكثير إلى أهمية صناعة المحاور. اليوم لدينا كثير من الهجمات والشبهات التي تثار ضد الإسلام، نحتاج كثيرا أن يكون لدينا محاورون على قدر من العلمية والرصانة واللغات الأجنبية، وأن يكون لدي القدرة على متابعة ما يثار ضد الإسلام من شبهات، والآن ما أكثرها من شبهات وهجمات في الإعلام وفي السياسة وتتبناها دول ومراكز كثيرة ليست في العالم الغربي بل حتى في عالمنا العربي. نحتاج كثيرا من الاهتمام ببناء محاورين يستطيعون الدفاع والرد عن الإسلام وبيان محاسنه وفضائله وإعجازه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.